لي سولدات لاست عام 2050 توني سلام هاري الجانك هذا يا جوست مورسو صغير من امبراطورية الخليفة الأخير خوتي كيما عايشة لازم تونس تبقى عايشة ما تقعد في الأرض مطايشة صحيبي لو خوتي كيما عايشة لازم تونس تبقى عايشة ما تقعد في الأرض مطايشة صحيبي لو تونس في عام 2050 درس عن فترة حكم الرئيس الزين العابدين للعب الدين من كتاب تاريخ بعنوان الخائنين كان طاغوت ليهدر يموت شجع الدعارة شجع الديوت لي تلبس حجاب للتحقيق تفوت زيد حب يدير لذانة فيبرار بلا صوت في مهما حنوت تصويرته لازم تتعلق تخدم ما تصليش وكي تصلي لازم تدرق النيف عنده يقلق المراه هي اللي تطلق وشعبي اللي يتحرك القانون عليه يطبق عذيك قلك بها تصلي دير ترخيص من عند سيدي الحاكم ولا من عند بليس المهم تقيس تقلى تخرف الرئيس طول تشيك لابوليس غير الفرق والعفيس لين جت احداث تاع سيدي بوزيد الشعب هاجم اللونور للسود جزيرة عاجل خبر جديد بن علي مات مقتول بالرصاص من بعيد واحد ما صدق الشعب كامل مخلوع ما تقولش ما تسكت او ممنوع تونس سبعة تأكد صحة الموضوع وغاضتني كانت وانزة بكا وعليه بالدموع ما فهمتش دموع حزنة ولا فرحة اسكو دموع صحة ولا مدرحة اسكو فات الكابوس والحلم رح يتحقق وتونس رح يحكمها حاكم انت حقها تستحق الأمة التونسية تخرج من عهد طرابلسية اللي داروا عهد مع السية وداروا اغتصابات سياسية باسم السية غطاوا الضربة وغطاوا باللي اليهود كل عام تحج الجربة غطاوا النكبة تونسي في بلاده عايش غربة غطاوا باللي ليلى بن علي دايرة عصابة تعنا الصابة ظلم سيستم قتال نهب اموال قمع واستغلال طرابلسي فاميلي مافيا كيف لو كارتيل الشاف تاعهم اسمه قيس تيودور وباكوال متبدل الحال كيما تلي كان في الكرسي الشعب هاج على فامي طرابلسي ليلى منعت هرب دارت لجوء سياسي وقيس احكم في المطر حي بيتراسي والراية حاصي ارجع اروح لهنا باه نحكي لكم حكايتو الكل بدا رجعوا التاريخ لورا بربعين سنة 2010-2011 بالذات وش صرا من سيدي بوزيد يا خي قلنا ناضته بالجملة شبيبة ثم استماتت رجال الدين خايفين والاعلام كامل ساكتة رسموا فينا ناس بالانترنت تجاهد قيس طرابلسي اكبر تاجر تاع خمور ما ساعدتوش كي خاضت الامور اعتقل المعارضين نزل فيهم الرعب بصح ما دارش حساب تاع رد فعل الشعب مثقفين فنانين محامين على شهداء الحرية خرجوا منددين من العاصمة للكاف من سوسة حتى المدنين مرضية في المنازل بوزيان للقصرين عاديك الزينة خرج مورالي كاميرا حبي كلمي الشعب فاق عرفها مؤامرة وكيما صلحتش زاد دار خطة خطيرة بعث قيس للقصرين ارتكب مجزرة يا الله شوف الوقت الظالم توانسة ابرياء ماتوا برصاص الحاكم الضحايا بالمئات نصهم شباب تقتلوا بلا اسباب وقالوا عليهم ارهاب عاديك التوانسة في القلب زادوا عزيمة عين شفت الانتصار وعين عمات على الهزيمة وعرفوا ديما الحرية مهرو هديمة وتفلقوا كيما ناكازاكي وهيروشيما داروا مسيرة تشوفها والله تحير 6 مليون مواطن خرجوا كبير وصغير بطال فلاح صحافي سياسي مدير ما من الحكم والجيش انضموا للمسيرة اليد في اليد جيش ومواطنة عرفوا على خاطر شكون صرع الباطلة بن علي خرج يحبس المظاهرات شوية مات مقتول بالرصاص تاع المصاد تونس لام انتصار ياه الله يرحم الشهداء الحرية أبرار جنود الشرق عام 2050 ياه إمبراطورية الخليفة الأخير بن علي من فضلك استقيل ياه سينا المرة الجاية بالتفصيل نحكي على علاقاتك مع إسرائيل خوتي كيما عايشة
لازم تونس تبقى عايشة. ما تقعد في الأرض مطايشة صحيبي لو خلقي كيما عايشة. لازم تونس تبقى عايشة. ما تقعد في الأرض مطايشة صحيبي لو.